وعلى الجانب الاخر الكابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق انبي. كابتن تامر اهلا بيك، منورنا، هارد لك. اهلا بيك يا كابتن هاني. الحمد لله رب العالمين، قدر الله وشاء فعل وراضي ونعم الحمد لله. ونعم بالله. النهارده ايه تقييمك لاداء الفريق كابتن تامر في لقاء الاهلي؟ والله يا كابتن هاني، اولا بنقول مبروك للنادي الاهلي وبنقول هارد لك النادي انبي. قدنا مباراه انا شايف تكتيكيا مباراه جيده جدا، حقيقي. خصوصا الشوط الثاني كان عندنا رد فعل ايجابي جدا بعد الهدف اللي جه فينا، وشايف ان الاداء الولاد كان عندنا طموح كبير جوه البطوله دي، ان احنا كنا عايزين نوصل لابعد نقطه، وانا شايف ان انت توصل لسيمي فاينال بولاد صغيرين بمعدل اعمار صغيره بولاد ناشئين من قطاع الناشئين للنادي، فشايف ان دي يعني حاجه جيده جدا للنادي، وشايف ان الحمد لله ان من فتره كبيره جدا النادي ما كانش في السيمي فاينال الكاس انك توصل للنقطه دي، فانا شايف ان دي اللي هنبني عليها ان شاء الله باذن الله عز وجل للمرحله اللي جايه ان شاء ان الله. شاء الله. النهارده يعني انبي بدأ يلجأ للمحاولات الهجوميه تحديدا بعد الهدف الثاني اللي سجله الاهلي في بدايات الشوط الثاني من المباراه بالتغييرات اللي بدأت تعملها. السؤال في مرحله ما قبل محاولات الهجوم لفريق انبي كابتن تامر، هل كان من الصعب مجاراه الاهلي هجوميا وبالتالي اعتمدت على 5 3 2 والمحاولات ان تكون دفاعيه اكتر منها هجوميا؟ دي حقيقة، كنا عايزين نشتغل من العمق أكتر، خصوصا إن معندناش سترايكر يا هاني، برضه فكرة السترايكر راس الحربة أنا مش موجودة عندي، خلي بالك أنا ما عنديش غير أوفا، مظبوط وأوفا كمان راجع من الإصابة مظبوط، واخد بالك، وخايف عليه جدا وقلقان عليه جدا إن هو يتعور، فمش هقدر أديله المباراة كلها ومش هقدر أديله حتى شوط كامل، مش هقدر واخد بالك، فالفكرة إن أنت ما عندكش البروفايل ده مش عندك جوه التيم، فأنت بتلجأ لشكل تكتيك معين بشكل بقى اثنين سرعة فوق، اثنين دايما بتخلي اثنين على اثنين في نص ملعب النادي الأهلي، بتحاول تدافع ببلوك الثلاثه في نص الملعب مع خروج الكوره بره، كان التارجت بتاعنا ان احنا نروح نضغط بعلي ونروح نضغط بمروان بره على هاني وعلى معلول، لكن علي هي فوزي الفكره يعني علي فوزي طبعا مظبوط، ومروان داوود كنا بنروح نضغط كويس مع الثلاثه بلوك في نص الملعب، ايوه فالفكره يعني برضو ان انا خلي بالك جاهزيتي مش كامله على المستوى البدني، على ايوه المستوى كمان الاصابات برضه، انا يعني انا بطلع زياد كمال النهارده، خلي بالك احسن لعيب في الملعب من وجهه نظري انا صح، في فرقتي بطلعه، لان انا زياد لسه جاي من بالظبط إصابة راجع من اصابه صح، وانا بطلعه وانا عارف ان هو كويس، بس انا خايف عليه عشان بعد كده، فاهم ايوه قصدي؟ مفهوم تماما. فبرضه حتى التغييرات انت متكتف ومش قادر تعمل كل اللي بتفكر فيه، الجاهزيه مش كامله، اللعيبه كمان انا بشكرها جدا جدا على الجهد اللي عملوه، خلي بالك انا لعبت ماتشين رسميين بس، النادي الاهلي لعب 4 ماتشات مظبوط، واخد بالك، يعني جاهزيه النادي الاهلي بخبرات النادي الاهلي باللعيبه الدوليين جوه النادي الاهلي، فاكيد انك تجاري النادي الاهلي، فمش عايز تفاصيل كتير جوه الجيم وانت بتلعب النادي الاهلي، مظبوط، يعني تفصيله او تفصيلتين مهمين جدا، وخلي بالك برضه هاني الجول الاولاني في الشوط الاولاني اتحل بهديه مننا برضه، مظبوط، يعني يا خلي بالك يا ما كانش النادي الاهلي، يعني هي الفكره الاهلي ملوش غير فرصه واحده بتاعت حسين الشحات اللي في القايم اللي مظبوط، في القائم، لكن فكرني بحاجه تاني، ما استحواذ صح، ملكي بقول ان ده الاختراق الوحيد ما بخطأ هي دي دفاعي هي دي بعرقلة النقطه، لديانج، انا اللي حليت برضه، انا اللي حليت، وحتى الشوط الثاني وكرة معايا بيجي فيها الجول الثاني برضه مظبوط واخد بالك، مظبوط فالهدايا طبعا قدام فرقه كبيره زي النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي ممنوعه طبعا تماما، لكن مفهوم، هي دي الكوره هي دي يعني الكرة. النهارده من 5 3 2 ل 3 4 3 ل 4 4 2 اعتقد في نهاية المباراة بدأ يتحسن الشكل بعد ما خلاص عملت تغييراتك ونزل أوفا، الشكل الهجومي كمان تحسن بعد تحديدا واحنا بنتكلم عن مباراة طلائع الجيش اللي كانت سلبية من الناحية الهجومية للفريقين، واتكلمت فيها حضرتك عن قصة غياب أمين أحمد أمين أوفا، بعد عودة أوفا وبمستوى أو الشكل الهجومي الإنبي النهاردة، إيه تصورك للمرحلة اللي جاية؟ اكيد اوفا لعيب مهم جدا وسترايكر مهم جدا، يتبني عليه شغل كتير جدا، اوفا دايما طول الوقت عامل لنا عمق هجومي وشكل هجومي رائع جدا، مع حقيقي كل زياده ان شاء الله مع 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 كابو مع احمد جمال النهارده، اللي انا شايف ان ده مكسب كبير للنادي انبي، وان شاء جدا الله يبقى جدا للمنتخب الاولمبي ومن قطاع الناشئين برضه هاني خلي بالك واخد بالك، فان شاء الله ان انا شايف ان احنا هيبقى عندنا بعد هجومي مختلف في الماتشات اللي جايه ان شاء الله، بس هي الفكره برضو ان احنا برضو هاني الوقت قصير جدا في الجاهزيه، انت برضو اوفا لعب النهارده بتتكلم في لعب تقريبا 40 دقيقه مظبوط، واخد بالك، فانت عندك بيراميدز الماتش اللي جاي، فهيبقى ريسك كبير برضو ان انت تدي له اكتر، يعني هي الفكره بس الحسابات شويه أيوة. ان الماتشات قرب الماتشات في التوقيت ده انت محتاج بس وقت شويه لجاهزيه اوفا وجاهزيه زياد مظبوط، وتاقلم احمد جمال جوه التيم وخبراته واخد بالك، وحتحوت كمان لما يرجع ان شاء الله، وزياد
وزياد طارق كمان ان شاء الله لما يجهز ويرجع، يعني عارف انت ان شاء الله بالينا بعد صح هجومي صح مختلف ان شاء الله المرحله اللي جايه، بس هي الموضوع كله محتاجين شويه وقت بس. صح، قدامه قد يعني ايه زياد مكناش طارق حافظين. عشان يجهز كابتن تامر؟ لا ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله بعد ماتش بيراميدز ان شاء الله يبقى ليه دور مهم جدا ان شاء الله جوه التيم باذن الله، ممتاز لانه بالظبط. دخل علينا متاخر انت عارف، مظبوط، في اليوم فدخل الاخير علينا. من موسم الانتقالات. طبعا 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 مظبوط. طبعا. طب امام عاشور النهارده بيشارك في كبديل في الدقائق الاخيره، وبيلعب في مركز غير معتاد من ساعه انضمامه للاهلي، بيلعب كمركز جناح، وده المكان اللي ضم بيه للعمق وسجل الهدف الثالث. شفت ازاي مشاركه امام او في المكان ده تحديدا كابتن تامر؟ اكيد امام لعيب كبير طبعا اكيد، يعني هو النادي الاهلي ما شاء الله، يعني ما عندوش يعني دلوقتي لعيب اساسي ولا احتياطي، ايوه ما شاء الله عنده 25 لعيب جاهزين و25 لعيب عندهم خبرات كبيره و30 لعيب عندهم كمان يعني باع كبير جوه الدوري المصري، حتى الولاد الصغيرين اللي طالعين برضه لعيبه كبيره ولعيبه محترمه. فانا شايف ان امام اضافه كبيره للنادي الاهلي، شايف امام اضافه كبيره ان شاء الله لمنتخب مصر المرحله اللي جايه. لعيب كبير طبعا، لعيب يتبني عليه لعب كتير جدا، ولعيب يتبني عليه شكل هجومي مختلف، ولعيب دايما طول الوقت عنده رد فعل ايجابي سواء هو مع الكوره او هو معوش الكوره. فانا شايف ان اضافه كبيره للنادي الاهلي ومكسب كبير للنادي الاهلي، وربنا يوفقه المرحله الجايه لمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله. بثلاثة في قلب الدفاع، مودست النهارده يمكن الارقام بتقول ان خطورته ما كانتش هي المنتظره لكنه سجل هدف، ازاي تعاملت مع مودست اللي بيشارك لتاني بس مشاركه مع الاهلي كابتن تامر؟ هي الفكره وانت بتدافع يا كابتن هاني، الفكره ان انت دايما طول الوقت انت ما بتدافعش على المان، انت بتدافع على المكان مفهوم طول الوقت، اللي بيجي لك انت بتقدر تشتغل معاه. الفكره بس ان انت بتدافع كوحده واحده، بتدافع في 30 يارده كوحده واحده، او حتى البوزيشن عرض الملعب كله بتاخد ال 10 يارده اللي جنبك انت والراجل اللي جنبك، فاللي بيجي لك بيمسكه. فالنهارده كان الادوار عليه كانت مختلفه شويه ما بين كالوشه وما بين صبيحه وما بين سيف، ما بين سيف في حل الكوره، بس اتجاه الكوره كان هو اللي بيفرق معانا في الترحيب بتاعنا. لكن هو انا شايف ان هو الحكم عليه، يعني مش عايزين يبقى الحكم عليه سريع، محتاج وقت طبعا، محتاج تاقلم طبعا، محتاج جاهزيه برضه، واخد بالك؟ لان من الواضح ان هو مش احسن حاجه صح في الجاهزيه، صح تمام. لكن في الاول وفي الاخر انا شايف ان هو برضه عامل الوقت وعامل انسجام، وشايف ان هو مع الوقت ممكن يعني يبقى اضافه طبعا اكيد، لانه عنده خبرات كبيره وعنده تاريخ كبير وعنده رصيد كبير، وان شاء الله ممكن يبقى اضافه للنادي الاهلي ان شاء الله برضه. اخيرا مباراه النهارده كابتن تامر كانت غير ان هي بتمنح ام بي لو فاز بطاقه لنهائي كاس مصر، كانت هتدي ام بي بطاقه المشاركه في بطوله السوبر اللي بتقام بشكلها الجديد في شهر ديسمبر، وده كان محور حديث طويل في الايام اللي فاتت. هل ده بشكل او باخر اثر على الفريق او على تركيز الفريق في لقاء النهارده؟ لا خالص، بالعكس بالعكس، يعني بصراحه استاذ ايمن الشناوي جانا امبارح وقعد يتكلم معانا وقال لنا انتوا بره خالص، بره القصه دي خالص، وبره الموضوع ده خالص، احنا بنطالب بحقنا بس، بنطالب بحقنا باسلوب محترم، وبنطالب بحقنا بجوابات رسميه وباعتراض بشكل مهذب جدا ومحترم جدا، ومستنيين الرد. وانا شايف بصراحه ان ام بتظلم في الموضوع ده، لان انا موافق ان الدوري ملوش الكاس ملوش ترتيب، انا تمام. موافق صح صح، ما عنديش مشكله خالص في الكلام ده كله، لكن انا اقرب فرقه وصلت للكاس، اقرب فرقه وصلت للكاس، يعني انا الفرقه الوحيده اللي وصلت للمربع، اكثر فرقه وصلت لاقرب نقطه للكاس، فالمفروض انا اللي ادخل طبيعي، لان انت حددت كمان، خلي بالك انت في المؤتمر قلت ايه؟ قلت الاهلي هيدخل اول بصفته اول دوري، ايوه، بيراميدز هيدخل بصفته وصيف، ايوه، خلاص سيراميكا يدخل بصفته بصفته الرابطه، بطل الرابطه، خلاص. طب مين ممثل الكاس؟ هي دي النقطه، انت أيوة. هتاخد فيوتشر، مع احترامنا طبعا لمودرن فيوتشر وهم بره الموضوع خالص، مفهوم، انت هتاخده عشان هو رابع، خلاص. طب ما انا النهارده انا اقرب نقطه، اقرب فرقه وصلت لابعد نقطه جوه الكاس، ايوه، طب ما تاخدني انا، ما انا اولى، مفهوم، يبقى في ممثل للكاس. انت ليه همشت بطوله الكاس؟ انت ليه بطوله الكاس انت همشتها؟ مين هيروح من الكاس؟ هي دي النقطه، صح، يعني انت لو انت مفهومة. لو انت هتقول ان 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 فيوتشر مودرن فيوتشر اقرب فرقه للمربع، طب ما انا اقرب فرقه للكاس، ان هي توصل للكاس، مين جنبي؟ مين حواليا؟ ايوه، مين؟ الزمالك موقوف صح؟ مظبوط، بتتكلم في 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 بيراميدز كده كده اوريدي وصيف دوري، ايوه، بتتكلم في اهلي كده كده اوريدي بطل دوري، مظبوط، انا اكتر فرقه وابعد فرقه الممثل وصلت الوحيد لبطوله الكاس، لا مش اكتر فرقه وصلت لابعد نقطه جوه الكاس، صح، طب تاخدني انا اولى، مفهوم، يبقى في ممثل للكاس،
هي دي بس وجهه نظري في الموضوع. انا موافق ان مفيش ترتيب للكاس، بدليل ايه؟ بدليل ان انت بتيجي تقول مثلا فلان بيدخل وصيف، ما تقولش تاني. صح. انا موافق هتبقى بقى وصيف من ثالث من رابع مش هتفرق، لان مفيش ترتيب اصلا. فانت بتاخد اقرب نقطه وصل للفاينل، صح؟ فانت بتاخد الوصيف وما تاخدش الثاني، صح؟ فانا اقرب فرقه، لان اللي حواليا كلهم حالتهم مختلفه عني تماما، سواء اهلي وصل او بيراميدز وصل او الزمالك موقوف، بس هي دي النقطه يعني. وضحت تماما، وبقول لك هارد لك مره ثانيه كابتن تامر، وبالتوفيق ان شاء الله في المرحله المقبله. نورتنا وشرفتنا.